كلينيكال دي. طب يلا ندخل بقى هنخلص التوفير ان شاء الله ثلاث دقايق، ثلاث دقايق والله خليك معايا. سيمبتوم سيمبتوم جنرال ها توفير ماشي ها كاتشيست سيمبتوم paroxysmal attacks of cough and the expectoration of big amounts, virulent discharge increased on leaning forward and on lying flat where بيكون بيكون bad odor. و 50% من الحالات بيكون البلغم معرق بالدم. ليه؟ في ديسكوميشن في الميوكوزا ففي دم معانا يبقى في شويه هيموفيل يحصل له تزيد في الباروكسيزما تبقى اكتر في المورنينج مويه لانه اثناء الليل عمال يحوش عمال يجمع يحصل له زيت يويز وش وش ده في جزء من اللنج مش شغال وبعدين الجزء اللي فوق ايه؟ في اوبري. طب تقول لي ماشي انا معاك الجزء اللي فوق في اوبري هسمع ويز. انا عندي سؤال ليكوا انتوا ليكوا انتوا هل الجزء اللي تحت ده يبقى عليه ويزت؟ يبقى عليه ويزت؟ عليه؟ عليه ويزت؟ عليه ولا مش عليه؟ عليه. اقطع عليك هو الويزت بيحصل ازاي؟ والنرويج بيحصل ازاي؟ النرويج بيحصل ازاي؟ مش في اليوم يا في الاول يا من بره؟ ما هنا في اليد جوه اليوم في سكريشن. هو التكنيشن دي ما تضايقش ولا ايه؟ مش واكلين ايه؟ حد ها؟ ما شغلوا مخوكوا يا جماعه شغلوا مخوكوا يحصل ويزت تحت هتسمع تحت ويزت. طب تعال نكمل يبقى العين دوت عنده السندروم هنقولها باروكسيزمال وديورنال وعنده الديسنيا وعنده الويزت خلاص. وممكن كمان اسمع بقى اسمع بقى ها تلاقي بقى هقول لك دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمني كده اقول لك ثمان كلمات وكل كلمه قول لي ليه. العين دوت عنده انترميتنت فيفر قولي ليه؟ توكسيميا ممكن يحصل له فايبروزس في اللنج ما هو في فايبروبلاست جات وانفكشن وكونسوليديشن ممكن تفتح فيستيول على البلورا انتوا اللي تقولوا ها باص فتح على مين؟ انا بقول انتوا اللي تقولوا لي عنده انوريكسيا ليه؟ ها عنده انوريكسيا ليه؟ توكسيميا عنده انيميا ليه؟ توكسيميا توكسيميا عنده اميلودوس ليه؟ توكسيميا عنده كلوبينج ليه؟ توكسيميا عنده لور ليمب ايديم ليه؟ كور هرمونال موافق بس مش عجباني قوي مش عجباني قوي وش هاي لو كان مجبوري كان بيمنا مفتى قلبك استنى لتر بلغم مليان بروتين يوميا ففرصه ان يحصل له لور ليمب ايديم عاليه جدا. يلا معايا لوكال ماشي موافق موافق جدا عندي بقى لوكال اكزاميشن ممكن تردوا على هذا السؤال. يلا مين هيرد عليا؟ انفكشن شيب اوف ذا فيست شيب نورمال الا لو فوق حصل في اوبي دي يبقى بارد. طيب باي انفكشن اللي تشيست موفمنت ليميتد فين؟ باي لاترال اوبيزل طيب باي بالبيشن تي في اف تي في اف انكريست فين يا عمار؟ انكريست فين؟ انت فرحان في ايه؟ التي في اف بتعلى فين؟ والله شكلك هتطلع على داعش وش عمال تفكر فيهم؟ ايه حال كولابس مين والناس نايمين يا باشمهندس؟ بقول لك حاله برونكيتس التي في اف بتعلى فين؟ بايلاترال وبيزل مش هو هو فين العالم؟ مش المرض بايلاترال وبيزل اهو ده التي في اف بتعلى فين؟ انت بتخرج يا عمرو يا سي ودي بتزود التي في اف؟ انت خرجت؟ ها يبقى هيزيد فين؟ هيزيد بايلاترال وبيزل ها اخبار التراك ايه؟ سنترال. طيب اما اجي اعمل بركاسه مع الحته اللي تحت ضل الحته اللي فوق حلوه هايبر ريزونانت ويز انكروتشمنت اون دير اريا لان عندنا انفيزيما للهداوه بقى للهداوه لما اجي اسمع في الحته اللي تحت بايلاترال وبيزل اخبار الاير انتري خلال البريث ساوند برونكيال بريث والاديشنال ساوند كريبيتيشن طبعا كورس كريبيتيشن ان شاء الله هسمعها لكم بعون الله من غير سماعه. وانا لما بقول هسمع من غير سماعه بسمع من غير سماعه بس ايه بقى مش هتيجوا تقربوا ودنكم انا هجيب العيال هنا ويبقى قدامي واحد كده اقول له خد نفس يا ابني تقول لي شيشه لايك شيشه بتاع البرونكيكتس
الهواء داخل على سكريشن فظيعة، هتسمع شيشة اللي هي كونسوميتنج كونسكريبيتيشن، ممكن تسمع ميزك ايه تفكيرك ها ناروينج اوف اير واي باي ها سكريشن. طيب ال نعم بولي بون ماشي. بص اخبار البوكر ريزنس ايه عالية طبعا ماشي. هو ايه يعني زي اللانج افنز بس ايه دي موجودة بايلاتر الوظيفة نفس الكلام والموضوع صعب لانجا تبقى طبلوني جدا الله يجب انت بتتالي مش يقول تالي جدا ده بيستريع اكيد الله يجب يعني خلاص الدنيا استهمت. طيب